قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ولو نظرت لوجدت أن الرزق هنا ذكر مع العبادة، فدل على أن المسلم أو أن العبد مأمور بأن يشتغل بطاعة الله عز وجل، وأن يأخذ من هذه الدنيا من الرزق ما يعينه على طاعة الله عز وجل. ولذا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الذي ذكر بعدها؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهنا ذكرت العبادة. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكما أن الإنسان مأمور أن لا يشتغل بالرزق عن عبادة الله عز وجل، فليعلم أنه إذا عبد الله وقدم عبادة الله عز وجل فإن الله أكرم منه فيرزقه. فأنت مأمور بطاعة الله عز وجل وأن لا تشتغل عنها بطلب الرزق. وإذا اشتغلت أيضا بهذه العبادة حظيت بالرزق الواسع. ولذا قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.